أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مقديشو والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما أعربت مصر عن تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها وسلامتها، مؤكدة إدانتها الشديدة لكل صور العنف والتطرف والإرهاب، ومطالبة بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتكثيف منابعها.